في إطار متابعة سموه لكافة ما يتعلق بسير العملية التعليمية والأكاديمية في إمارة الشارقة، حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وتتعلق مذكرة التفاهم التي وقعها عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد النعيمي وعن هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيستها سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذه بداية تعاون بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص وجامعة الإمارات جامعة الشارقة، ونأمل إن شاء الله أن هذه الاتفاقية تساعد على التعاون الموجود الذي بدأ فعلا، وهو تأهيل المدرسين والمدرسات. نحن نحتاج إلى أعداد كبيرة من المدرسين والمدرسات، وهي خطوة. هم هؤلاء مواطنون ومواطنات خريجي الدراسات الإسلامية والدراسات العربية في الجامعات، وفي جامعة الشارقة سيكون تدريسهم لنيل الدبلوم الخاص بالتدريس في هذه المدارس. بالإضافة إلى ذلك تدريبهم في المدارس على مدى 6 أشهر حتى يستوعبوا العمل الصحيح والتطبيق الصحيح. نشكر الدكتورة محدثة الهاشمي على هذا الجهد الكبير، ونشكر الدكتور نعيمي على هذا التعاون والتسهيلات التي قدمها كذلك، وشكرا. وتنظم المذكرة آلية التعاون بين الطرفين بما يعود بالفائدة والتطوير وتحقيق مخرجات المذكرة.